تسليم الحكومة جمهورية أوزبكستان. تم تسليم اليوم 148 طفل وامرأة من أصل 311. هؤلاء متوزعين، العدد الذي تم تسليمه اليوم 66 امرأة و 88 طفل، تم تسليمهم بشكل رسمي بعد توقيع وثيقة تسليم أجانب إلى الجانب الأوزبكستاني، وربما يكون خلال الأيام القادمة نكون أمام تسليم العدد الآخر المتبقي من الأوزبكستانيين من الأطفال والنساء. المقاتلين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي عددهم 6000 مقاتل، 5000 سوريين وعراقيين، و1000 مقاتل من أكثر من 50 دولة في العالم. عدد الأطفال والنساء الكلي حوالي 30000 طفل وامرأة.